ونحن نتحدث مشاهدينا عن هذه الدورة الخامسة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الأفريقي وأهمية المشاركة المصرية فيها، حيث يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في هذه القمة الاقتصادية المهمة لبلورة كثير من المشروعات الأفريقية. وإذا ينضم إلينا مباشرة من كينيا ومن نيروبي الزميل علاء الأشوان. علاء، أهلا بك. تحياتي إليك يا حنان، وتحية أيضا لكل مشاهدي النيل. إذن علاء، حدثنا عن أجواء فيما قبل انعقاد القمة غدا ووصول الوفود والتحضيرات الأخيرة لانعقاد القمة غدا، مشاركة جميع رؤساء وقادة الدول الأفريقية، وبالطبع مشاركة كبيرة من الجانب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. التحضيرات لهذه القمة النصف السنوية في دورتها الخامسة بدأت تحديدا في العاشر من الشهر الجاري، أي قبل 4 أيام تقريبا من انعقادها بشكل رسمي على مستوى الرؤساء ورؤساء وقادة الحكومات الإفريقية المشاركة في هذه القمة. اجتماعات تحضيرية كانت على مستوى المندوبين الدائمين داخل الاتحاد الإفريقي، أيضا على مستوى الخبراء والمعنيين في المجال التجاري والاستثماري والاقتصادي، انتهاء ب الاجتماعات التنسيقية التي جرت على مستوى وزراء خارجية الدول المدعوين لهذه القمة. بالمناسبة هذه القمة لا يدعى إليها كل أعضاء الاتحاد الإفريقي، وإنما يدعى إليها عدد محدود من الدول التي تتصدر وتتولى عدد من المسؤوليات الخاصة بملفات التعاون الإفريقي المشترك. مصر وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعوان لحضور هذه القمة، انطلاقا من ترأس مصر للجنة النيباد، وهي اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة في قارة إفريقيا، وتقديم تقرير لترأس مصر طوال العامين الماضيين لهذه اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الخطة العشرية من أجندة التنمية المستدامة في قارة إفريقيا حتى عام 2063. وأيضا السيد الرئيس مدعو بصفته رئيسا للدورة الحالية لاتفاقية الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية، ومن هذين الالتزامين سوف يرفع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرين في غاية الأهمية يتناولان هذين الموضوعين تحديدا، قضية التغيرات المناخية وقضية أجندة التنمية المستدامة حتى عام 2063، وما تحقق من الخطة العشرية أو العشر سنوات التي مضت منذ إقرار هذه الخطة للتنمية المستدامة حتى عام 2063. بطبيعة الأحوال أيضا مصر من خلال مشاركة مندوبها الدائم في الاتحاد الافريقي السفير محمد جاد عمر، وايضا من خلال مشاركه السفير اشرف سويلم نائب وزير الخارجيه لشؤون المنظمات الافريقيه والممثل الشخصي للسيد الرئيس في لجنه النيباد، حضر خلال الايام الماضيه، بالاضافه ايضا الى بقيه الوفد الرسمي المصري. بطبيعه الاحوال حضر هذا الوفد عالي المستوى عدد كبير من الاجتماعات واللجان التحضيريه، تناقشت عدد من الموضوعات كان من ابرزها قضيه الاصلاح المالي والمؤسسي، وهنا يبرز الدور المصري التاريخي. مصر كما هو معروف أحد أهم وأكبر الدول الإفريقية مساهمة في ميزانية الاتحاد الإفريقي. مصر تساهم وحدها بميزانية الاتحاد الإفريقي بنسبة 7.5%. كانت هناك أطروحات إيجابية للغاية للوفد المصري الرسمي لدى مناقشة هذا البند تحديدا، بالإضافة أيضا إلى جلسات تحضيرية أخرى حضرها الوفد المصري، ساهم بفاعلية فيما يتعلق بالنقاشات التي جرت حول عدد من القضايا، من بينها الوقوف على تنفيذ الالتزامات التي أقرتها اتفاقية التجارة الحرة، وتحديد مدى التقدم المحرز في هذا الشأن منذ إقرار هذه الاتفاقية، بالإضافة أيضا إلى التفاهم والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي القاري الإفريقي بين دول أعضاء الاتحاد الإفريقي، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الملفات المعنية بملفات الصحة والتعليم والبنى التحتية. مصر هي أو سيد الرئيس عبد
عبد الفتاح السيسي، تحديدا هو رائد ملف التنمية والإعمار في المناطق ما بعد النزاعات، ومن هنا يلقى هذا الجانب تحديدا من المشاركين من الدول الإفريقية التي كانت حاضرة لهذه الاجتماعات ترحيب وإشادة بالغة من الخبرات المصرية في هذا المجال، وإشادة أيضا باستضافة مصر لمركز القاهرة للسلام والتنمية في المناطق فيما بعد الصراعات والنزاعات. المشاركة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تنطلق بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات في انطلاق هذه القمة بشكل رسمي، وكما أشرنا السيد الرئيس سوف يرفع تقريرين في جلستين مهمتين يلقي خلالهما كلمتين هامتين، الأولى كما أشرنا تتعلق بالخطة العشرية لأجندة التنمية المستدامة في قارة إفريقيا حتى عام 2063، والكلمة الأخرى تتعلق بالتغيرات المناخية انطلاقا من ترأس مصر للدورة الحالية لمعاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية. بطبيعة الأحوال سوف يكون هناك قمة هامة تجمع السيد الرئيس ونظيره الكيني ويليام روتو، لقاء هو الثالث من نوعه، كان السيد الرئيس قد أجرى لقاءين مع الرئيس الكيني على هامش عدد من الفعاليات الدولية، كان من آخرها قمة باريس الشهر الماضي، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الاجتماعات سوف يعقدها السيد الرئيس مع عدد من الأشقاء الرؤساء الأشقاء الأفارقة. ولكن تأكيدا على هذه القمة المصرية الكينية الهامة التي سوف تبحث مجمل العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي في هذا المجال تحديدا انطلاقا من الاستفادة المتبادلة بين مصر وكينيا في هذه المجالات تحديدا، وأيضا تعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة ونيروبي حيال عدد كبير من المستجدات الإقليمية المتعلقة بحالة السلم والأمن في قارة إفريقيا والنزاعات المشتعلة في عدد من الدول الإفريقية والتي تلقي بظلالها على حالة السلم والأمن بشكل عام في قارة إفريقيا. بالمناسبة السيد الرئيس أيضا سوف يناقش خلال اجتماعاته سواء على هامش انعقاد هذه القمة الدورية الهامة أو في خلال لقاءاته ثنائية مع عدد من الرؤساء الأفارقة قضية القمة الهامة التي استضافتها مصر قمة جوار السودان، ويعرض ويقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ما انتهت إليه هذه القمة وآليات عمل السياسة الخارجية المصرية لحلحلة هذه الأزمة واستعراض للجهود المصرية التي لم تنقطع منذ اندلاع هذه الأزمة حتى الآن، وأيضا يتشارك سيادته مع عدد من الرؤساء الأشقاء الأفارقة سبل حلحلة هذه الأزمة تحديدا بالتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الشأن. نعم حنان. نعم علاء، سؤال قصير ربما يتعلق أيضا بالتحضيرات، كيف تلمست ردة فعل الجانب الأفريقي من مناقشة وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؟ هل ربما تلمست أن هناك بالفعل مبادرة وعزم على التنفيذ بشكل فعلي على أرض الواقع وليس فقط الإجماع والموافقة، ويعني كيف تلمست ذلك من خلال التحضيرات لهذه القمة؟ نعم، بداية الإشارة للحضور لهذه القمة تحديدا، سوف يحضر هذه القمة بالإضافة أيضا إلى طبيعة الأحوال موسى فقي رئيس مفوضات الاتحاد الأفريقي، سوف يحضرها رؤساء التكتلات الاقتصادية الكبرى في القارة الأفريقية، تجمع الكوميسا، تجمع ساداك، وتجمع الجنوب الشرق الأفريقي. هذه التجمعات الثلاثية بالإضافة إلى لجنة النيباد سوف تعنى بمتابعة ما تم إنجازه، ردا على سؤالك حنان، ما تم إنجازه منذ إقرار هذه الاتفاقية، اتفاقية التجارة الحرة، والبحث عن تفعيل الآليات التي أوصت بها القمة السابقة قمة الاتحاد الإفريقي الدورية في أديس أبابا، ومتابعة ما تم إنجازه من التزامات على عدد كبير من الدول الإفريقية المنضوية في عضويتها تحت هاتين أو تحت هذه التكتلات الاقتصادية الثلاثة بالتعاون مع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والمفوضية مفوضية الاتحاد الإفريقي.
هناك نقلة نوعية في الجهود المبذولة في هذا الملف، تحديدا الانتقال من التوصيات إلى البحث عن الآليات لتنفيذ هذه الاتفاقية وتحرير التجارة في بين الدول الأعضاء، ليس فقط الدول الكوميسا ولكن بالتعاون مع التكتلات الاقتصادية الثلاث كما أشرنا، انتقالا إلى مرحلة تحرير التجارة في كل القارة الإفريقية. وهنا يبرز عدد من المبادرات الرئاسية المصرية الهامة التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ترأس مصر لدورة الاتحاد الإفريقي قبل السابقة، وهنا يبرز أيضا عدد من المقترحات الإيجابية الفعالة في هذا الإطار، من بينها نذكر مبادرة ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وأيضا الربط البري لتسهيل عبور وانتقال حركة البضائع من وإلى الشمال وإلى الجنوب الإفريقي، بالإضافة أيضا إلى المبادرة الهامة برفع كفاءة البنى التحتية في عدد كبير من الدول الإفريقية، وأيضا مبادرات أخرى تقدمت ولا تزال بها مصر متابعة لهذه الجهود بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة خاصة في مفاوضات الاتحاد الإفريقي أو مع رؤساء التكتلات الاقتصادية التي أشرنا إليها. وأيضا من خلال ترأس مصر للدورة الحالية للنيباد، هذه اللجنة الهامة التي تعنى بتحقيق تفعيل هذه المبادرات وأيضا تفعيل الآليات التي تم الاتفاق عليها وصولا إلى التكامل الاقتصادي الإفريقي القاري، وهو الهدف المنشود. ولكن لنكون موضوعيين، هذا الهدف لن يتحقق بين عشية وضحاها، وإنما سوف يستنفذ أو يستهلك المزيد من الوقت والجهد والتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء، ولكن تقدر الإشارة هنا إلى هذه الإرادة السياسية القوية التي لمسناها خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت أو تسبق انعقاد هذه القمة الدورية النصف سنوية. كانت هناك إرادة سياسية متوفرة لدى الأطراف الأفارقة في تحقيق هذه النقلة النوعية من مجرد توصيات إلى آليات وآليات قابلة للتنفيذ والمتابعة خلال الاجتماعات سواء الدورية لقمم الاتحاد الإفريقي أو الاجتماعات الاستثنائية أو القمم النصف دورية والتي نحن بصددها. نعم حنان، إذن هو بالطبع هدف نبيل، هدف التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، ولن يتحقق بين عشية وضحاها كما ذكرت زميلي العزيز علاء من العاصمة الكينية نيروبي. شكرا جزيلا لك.